هذا يثبت مدى السوريون يعرفون هذه المباني العلمية تماما، وهذا أكبر دليل على أنهم كذبوا وما زالوا يستمروا بالكذب. إذن أضرار مادية في المكان، مكان سقوط الصاروخ من العدوان الثلاثي الذي استهدف سوريا هذا الفجر. شوف الحجرين، تابع الصور الأولية للمكان الذي أسقط فيه أحد الصواريخ التي كانت تستهدف مستودعا للذخيرة في حمص، والتي حرفت عن مسارها بفعل الدفاعات الجوية، تصدي دفاعاتنا الجوية البطلة لهذا العدوان. هذا طبعا الصاروخ أدى إلى إصابة مدنيين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.